السلام ونعمة الرب يسوع المسيح لكم جميعا مشاهدي قناة الحياة الأحباء، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة والمباشرة من برنامج الدليل. حلقتنا اليوم بنعمة الرب إكمالا لما بدأناه عن أورشليم القدس المرة القبل السابقة، ومقدمتي لحلقة اليوم عبارة عن سؤال طويل أتركه للتفكير. سؤالي: إذا كانت القدس مهمة للمسلمين كما يقولون، وأنها تمثل فارقا دينيا بالنسبة لهم، ففي الوقت الذي كان للمسلمين نفوذا على القدس بداية من الخليفة عمر وإلى اليوم، سؤال: لماذا لم يتخذها أي خليفة للمسلمين، ولا أي ملك مسلم، ولا أي سلطان أو رئيس مسلم؟ لم يتخذوا القدس ولو لمرة واحدة عاصمة لهم خلال كل التاريخ الإسلامي. على سبيل المثال، علي بن أبي طالب اتخذ الكوفة عاصمة لخلافته دون القدس. بنو أمية اتخذوا دمشق عاصمة لخلافتهم وليس القدس. كذلك بنو العباس نقلوا عاصمتهم إلى بغداد تاركين القدس. وإذا ما ذهبنا إلى دولة السلاجقة الإسلامية في أوج قوتها، لم تتخذ القدس الواقعة تحت سيطرتها عاصمة لها، وكانت عواصمها في أماكن متفرقة. ونستمر في التاريخ فنسأل: لماذا حول سلاطين الأخشيد والفاطميين والأيوبيين والمماليك وكلهم مسلمين، لماذا حولوا مقر حكمهم إلى القاهرة وليس القدس التي هي قريبة من القاهرة؟ كذلك الخلافة العثمانية، رأينا السلاطين العثمانيين يحولون مركز حكمهم بعد احتلالهم لمصر للأناضول وليس للقدس. حتى الشيعة يقدسون كربلاء، يقدسون النجف، سامراء، الكاظمية، وطبعا الكوفة وغير ذلك من أماكن، وفي إيران مشهد وقم، ولهم في سوريا أيضا أماكن مقدسة كثيرة، فأين القدس من كل ذلك؟ في المقابل نجد أن اليهود هم الشعب الوحيد الذي اتخذ القدس عاصمة لملكه أو لدولته قديما وحديثا. فمنذ داود النبي قبل 3000 سنة من الآن، وأيضا حينما كانوا في الشتات حول العالم، كانت القدس عاصمة في وجدانهم الروحي والعملي، وحينما عادوا عيونهم كما هي على عاصمتهم القديمة أورشليم القدس. ألا يجعلنا هذا التاريخ نسأل لماذا؟ دعونا ندخل إلى حلقة اليوم التي هي بعنوان أورشليم قبل وبعد سنة 1948. وضيفي لتغطية هذه الحلقة أصبح معروف لديكم، وهو الدكتور مردخاي كيدار، الباحث والمحاضر في قسم الدراسات العربية والإسلامية بجامعة بار إيلان في إسرائيل. أهلا ومرحبا بك دكتور مردخاي. مساء الخير الأخ. أهلا بك عزيزي. لا أنسى أن أذكركم بأن الدكتور مردخاي سيكون معنا أيضا في حلقة يوم 26 مارس من هذا الشهر، حتكون الحلقة عن الأثار اليهودية لأورشليم القدس، فتابعونا وكونوا معنا. كمان أحب أن أنوه أن الاتصالات اليوم لن أأخذ للأسف الكثير من المداخلات لضيق الوقت، فسامحوني ربما أأخذ مداخلة أو اثنين. شكرا لكم دكتور مردخاي. كنا قد توقفنا في المرة السابقة عند ثورة عبد الله بن الزبير، ف دعنا نوضح بعض المفاهيم في هذا التاريخ وما بعد ثورة أو ما فعله عبد الله بن الزبير. تفضل. عبد الله بن الزبير يعني تمرد على بني أمية في عام 682 ميلادية، بمعنى 50 عام بعد وفاة محمد، وهو تمرد عليهم لعدة أسباب. السبب الأول هو كان سلوكياتهم، خاصة مع شرب الخمر
ودمشق كانت عاصمة غنية جدا، لأنهم سلبوا ونهبوا من الكنائس ومن المؤسسات الدينية الفارسية التي يعني انتصروا عليها، وسلبوا ونهبوا كل ما كان فيها من ذهب وفضة وأشياء أخرى. ودمشق أصبحت مدينة أخطاء، والناس كانوا يشربون الخمر والنبيذ، وكانوا يعني الدماء كانت سهلة في أعينهم. وشاهدنا ما حدث في عام 680 عندما ذبحوا الحسين بن علي وحاشيته والكثير من مؤيديه في كربلاء في العاشوراء عام 680. ولذلك تمرد عليهم عبد الله بن الزبير، لأنهم كانوا يأتون للحج لتنقية الأخطاء ولتخلص من الأخطاء، حج مبرور كما يقول. وهو كان يعتقد بأن هذا الحج ليس مبرورا إذا جئت للحج وأنت يعني منتن من الكحول ومن الكحوليات ومن الخمر ومن النبيذ والدماء التي كانت على أيديهم بسبب ما فعلوا بالحسين بن علي وحاشيته، وكل هذه الأشياء دفعته للتمرد على بني أمية. وهم بحثوا عن مكان بديل للحج فاختاروا القدس، بما أنها كانت سابقا مقدسة لليهود ومقدسة للمسيحيين، والكثير منهم للأسف الشديد قد تحولوا إلى الإسلام للتخلص من الجزية ومن الملاحقة التي كانت في تلك الأيام. وهكذا وصلت فكرة قدسية القدس إلى الشارع الإسلامي في الشام، وهذا ما سهل على بني أمية المهمة في تقديس القدس كمكان بديل للحج بدلا طيب من مكة المكرمة، كي لا يتعرض الناس للبروباغندا طيب للدعاية ضدهم في مكة المكرمة من عبد الله بن الزبير طيب وأنصاره. خليني أسألك دكتور مردخاي، ربما أحد يعني الكثير من الأحباء المسلمين يسمعوننا الآن، و البعض يسأل يعني ولو عن مرجع واحد، وقتنا ضيق، يعني مرجع إسلامي تقدمه في أن هذا التحول أو أقام بنو أمية يعني بيت المقدس كبديل للكعبة، هل عندك أي مرجع نستطيع أن نقدمه في هذه الحلقة؟ هناك آلاف من الأحاديث التي اختلقت في تلك الأيام مما يقال الحديث القدسي نعم في الإسلام، لأن كل هذه الأحاديث المراد منها كان إضفاء الشرعية لتحويل القدس كمكان بديل للحج. طيب أعطينا مرجع فضائل بيت المقدس الذي ألف في تلك الأيام، وكل هذه الأحاديث وكلها منسوبة للنبي بطبيعة الحال وكلها مزورة. وهكذا ما قال بعد ذلك ابن تيمية الذي كان يعلم حقيقة السبب في تقديس القدس لتحويل الحج، وكتب عن ذلك في كتابه في زيارة بيت المقدس. ولذلك هذا الشيء يعلمه كل من ينظر بإمعان في المصادر الإسلامية من تلك الأيام. في طبيعة الحال اليوم كل هذه الأشياء لا يدرسها أحد ولا يتكلم عنها أحد، يعني اليوم العلماء يريدون تنسية هذه الأشياء من الناس، ولكن المصادر تتكلم لنفسها في هذا الشيء. نعم، أنا على كل إن حضرتك أشرت لمجموع فتاوى ابن تيمية، وأنا ذهبت الحقيقة لمجموع فتاوى ابن تيمية، وحضرتك أشرت تحديدا إلى جزئية زيارة فصل في زيارة بيت المقدس، فأحب المشاهدين يتابعوا معي
ما قدمه السيد الدكتور مردخاي وما قاله ابن تيمية. وأما الصخرة فلم يصلي عندها عمر ولا الصحابة، ولا كان على عهد الخلفاء الراشدين عليها قبة، بل كانت مكشوفة في خلافة عمر وعثمان وعلي ومعاوية ويزيد ومروان. ولكن لما تولى ابنه عبد الملك الشام ووقع بينه وبين ابن الزبير الفتنة، كان الناس يحجون فيجتمعون بابن الزبير، فأراد عبد الملك أن يصرف الناس عن ابن الزبير، فبنى القبة على الصخرة وكساها في الشتاء والصيف ليرغب الناس في زيارة بيت المقدس، ويشتغلوا بذلك، يعني ينشغلوا بذلك عن اجتماعهم بابن الزبير. وكذلك الصخرة إنما يعظمها اليهود وبعض النصارى، وما يذكره بعض الجهال فيها من أن هناك أثر قدم النبي وأثر عمامته وغير ذلك فكله كذب، إلى آخره الكلام. كثير هنا قدموا ابن تيمية، يعني باختصار. بالمناسبة هذا المرجع أرسله الدكتور مردخاي، وأنا راجعت ووضعت حتى يكون يعني في قوته إلى الأحباء المشاهدين. إذن قبة الصخرة كما ترون، يعني الدكتور مردخاي يشير إلى مراجع كثيرة قدمنا أحدها وهو فتاوى ابن تيمية. الأمر واضح، يعني إذن قبة الصخرة من هذا الكلام هي مجرد مكان غير حقيقي مزور فقط لتلهية الناس عن الكعبة ونقلهم إلى مكان آخر هو قبة الصخرة. هل لديك أي تعليق قبل أن ننتقل للمحور الثاني دكتور مردخاي؟ ابن تيمية كان من أعمدة المذهب الحنبلي المتشدد، ليس يعني واحد من الشارع يعني يأخذ الأشياء الإسلامية بسهولة، وكان من المتشددين ومن الذين أرادوا أن ينظفوا الإسلام وينقوا الإسلام من جميع الافتراءات والخرافات التي دخلت فيه، مثل خرافة الأقصى في القدس، لأن كما شاهدت في الحلقة الماضية بأن الأقصى أصلا موجود حسب الواكدي والمصادر الأخرى جنب الجعرانة على مسافة مشي نص يوم من مكة المكرمة إلى الشمال الشرقي. ولذلك هو بمعنى ابن تيمية كان يعلم الحقيقة في تحويل الأقصى، فكرة الأقصى من الجعرانة إلى القدس لتقديس القدس كمحل بديل للحج لمكة المكرمة، وهو أراد أن ينظف الإسلام من هذه الأشياء التي دخلت على أيدي الناس الذي كانت لديهم مصالح وكان لديهم يعني الرغبة في محاسبة. هي مصالح سياسية في المقام الأول، وهذه هي مشكلة الدين حينما يرتبط بالسياسة. سخروا الدين لإدفاع الشرعية على الخلافات السياسية كما فعل. وابن تيمية كان يعلم ذلك جيدا، ولذلك كتب ما كتب في الفتاوى الكبرى وفي الفصل عن زيارة بيت المقدس. تمام، أشكرك عزيزي. خلينا ننتقل إلى المحور الثاني سريعا، لأن لدينا يعني محاور عدة أريد أن أغطيها. دعنا ننتقل يعني سريعا إلى مرحلة صلاح الدين الأيوبي، ولا أريد أن أقف عندها كثيرا، لكن أعطينا فكرة أيضا إجمالية عن هذه الفترة. تفضل عزيزي دكتور مردخاي. بمنتهى الاختصار، نعم، صلاح الدين الأيوبي اليوم يندوغ الأي الكثير كمخلص الإسلام من الاحتلال الصليبي الذي كان لمدة 200 عام هنا في هذه الأرض. ولكن علينا أن نذكر بأن هذا صلاح الدين كان يختار لنفسه الأعداء والحروب، بمعنى الأعداء وماذا؟ الأعداء والحروب؟ نعم. هو كان يعني كعامل لمصر في أيام الفاطميين، ولذلك هو بطل الفاطميين. ولكن علينا أن نذكر بأن الحرب التي شنها ضد الصليبيين لم تكن يعني حسب رأي
الخلفاء العباسيين في تلك الأيام. ولذلك هذا ما ساعد في تقويض أواصر الخلافة العباسية، وهذا ما أدى بعد 70 عام من ذلك لانهيارها تحت أقدام الجمال التي جاءت بالمغول وكلاب الذي يعني كسح هذه الخلافة. وصلاح الدين اليوم ينظر إليه وكأنه المخلص، ولكن الحقيقة كانت أنه زعزع الاستقرار في الخلافة، وهذا ساهم في إضعاف هذه الخلافة مما أدى إلى انهيارها كليا بعد 70 عام. تمام. يعني إذا سألتك من كانوا الخلفاء في عصر صلاح الدين بحيث أنه كان يختار هو الحرب أو هو من يقرر الحرب وليس الخلفاء؟ إذن في أيامه كان اثنان، الواحد كان المستنجد بالله، وهو حكم بين 1160 و 1170، والثاني كان المستضاء بالله، وهو كان لـ10 أعوام من 1170 إلى 1180. وهذه السنوات الـ20 عام التي كان صلاح الدين في تلك الأيام، والذي يعني جر الخلافة العباسية إلى حروب مع المسيحيين الصليبيين، وعلى اختياره الشخصي أو الفيوي أو كل هذه الأشياء. طيب يعني خليني يعني أقول مجرد تعليق هنا، وكأن الإسلام اغتصب القدس أكثر من مرة إذن. نعم، مرة أولى في 638 من المسيحيين في أيام البيشوب سوفرونيوس نعم البيزنطي، والمرة الثانية من المملكة الصليبية. وهذا ما نشاهد بأن القدس كانت عاصمة فقط لمن يؤمن بالكتاب المقدس، بمعنى اليهود والمسيحيين، صحيح، بينما الإسلام الذي يؤمن بالقرآن لم يتخذ القدس ولا ليوم واحد كما أسلفت في بداية هذه الحلقة، ولا صحيح، ليوم كعاصمة لأي شيء يتعلق بالعالم العربي أو الإسلام. طيب ماذا بعد صلاح الدين؟ يعني الكثير من الذين حكموا في هذه الفترة، إذا كنا يعني نظرنا إلى ساحة القدس، وهي كانت عبارة عن صراع بين مجموعة وأخرى، فئة وأخرى، ماذا بعد صلاح الدين؟ أما يمكن كنا نتكلم عن فترة المماليك التي كانت لمئات الأعوام، حتى جاء العثمانيون الأتراك واستبدلوهم في 1517، بمعنى 1517 عندما جاء الأتراك العثمانيون واحتلوا الشرق الأوسط وحكموه لمدة 400 عام حتى 1917، عندما هزم الإمبراطورية العثمانية على أيدي البريطانيين والفرنسيين والآخرين في الحرب العالمية الأولى. طيب خليني في الفترة بتاعت العثمانيين، يعني واليوم القدس هي كما كانت، هي يعني مركز صراع يعني وأشواق لفئات متعددة، والكل يقول نحن لنا النسبة الأكبر من السكان في القدس. دعني أسألك، في فترة العثمانيين كيف كان التقسيم السكاني ما بين مسلمين، ما بين مسيحيين، ما بين يهود؟ هل لديكم أي إحصائية لهذه الفترة وموثقة؟ طبعا هناك بعض الروايات، رواية واحدة تتكلم عن أغلبية مسلمة وأقلية يهودية، وهناك رواية أخرى تكلمت عن أكثرية يهودية وأقلية إسلامية. الفرق ينبع من المصادر
التي تنبني عليها تلك الروايات. والمؤرخ الفرنسي بيدكر تكلم عن هذا الشيء، وأتى في كتابه عن القدس بالروايتين عن أعداد المسلمين واليهود، وبطبيعة الحال المسيحيين أيضا. طيب فقط مجرد مقاطعة صغيرة للمشاهدين، أنا أعرض الكتاب الآن الذي أرسله السيد قدار عن بادكير وهو يتكلم، تفضل أكمل وأنا أعرض صورة الكتاب الذي أرسلته عزيزي، تفضل. هناك آلاف، حسب رواية واحدة هناك 13,000 من المسلمين، ورواية أخرى 7,500، واليهود والمسلمين يتبادلون الأكثرية حسب الروايتين. ولكن المهم من هذا الشيء بأن اليهود كانوا يعني عنصرا رئيسيا في القدس، لم يكونوا مجرد حفنة كما يقول البعض، لأنهم كانوا يعني يقدسون هذه المدينة. والعثمانيون لم يكن لهم أي شيء ضدهم، وهم كانوا يتكلمون بالعربية. على فكرة اليهود مظهرهم كان يعني يلبسون ملابس كما يلبس العرب، حتى البنات اليهوديات كن يحتجبن كما المسلمون يقصون الإناث، كي لا يثيروا أي مشاكل وأي قلاقل مع الجيران العرب. والعركات بين اليهود والمسلمين في القدس كانت جيدة بصورة يعني لا تشابه ما يحدث اليوم. خليني أسألك يا سيد دكتور قيدار، هذا الكتاب الذي قدمته يعني ما لماذا يعني له قوة في نظرك؟ يعني هل هو قديم؟ هل هو بعد هذه الأحداث؟ بعد لماذا تعطيه هذه القوة هذا الكتاب؟ هذا الكتاب هو يعني أصلا دليل للسياح، ولذلك هو لا يشتبه به بأنه كانت له مصالح لتكبير عدد هؤلاء على حساب الآخر. في أي سنة كتب هذا الكتاب؟ 1876. نعم. ولكن هناك طبعات في أوقات يعني ما بعد ذلك، نعم، طبع ثلاث مرات، ولكن الإصدار الأول كان في الربع الرابع للقرن التاسع عشر. نعم. الآن أفهم يعني قيمة هذا الكتاب، أنه يعني قديم على كل الأحوال، قبل أحداث 48، قبل عودة اليهود إلى يعني وطنهم إلى مكانهم، وبالتالي للكتاب يعني قيمة معينة. كنت أثناء ما أنا أتكلم معك سيد دكتور مردخاي عن وضع قبة الصخرة، قلت لي أن يعني في عصر الدولة العثمانية كان هناك صورة لصخرة بيت لصخرة قبة الصخرة وكأنها غير مستخدمة، وأرسلت لي صورة يعني أحب أن أشارك بها وتعلق لي يعني ما هي هذه الصورة التي أرسلتها لي. هذه الصورة قبة الصخرة سنة 1875، لماذا أرسلت هذه الصورة؟ هذه الصورة رائعة من ناحيتي، لأن كل من ينظر إليها يشاهد الأعشاب التي تنشأ في يعني في على الرصيف يعني، ولا يمكن لهذه الأعشاب أن تنشأ إلى هذا الحجم لو كان الناس يعمون هذا المكان. بمعنى الأعشاب تدل بأن المكان ربما متروك كليا أم جزئيا، ولا يشكل أي مركز لأي شيء. تمام يعني. نعم تفضل. هناك الأبنية، هناك عكبية، هناك كل شيء، ولكن الناس الرصيف يشهد بأن الناس لا يأتون لهذا المكان. يعني لو كانوا يأتون بغزارة إلى هذا المكان لما كانت الأعشاب تنمو إلى هذا الحجم
كما نشاهد في هذه السورة الرائعة من عام 1875. يا هو طبعا كلام منطقي جدا بصراحة أحبائي المشاهدين. لو نظرنا إلى هذه الصورة فعلا نشاهد أن يعني الحشائش التي في المكان تشير، هي علامة على أن هذا المكان يعني غير مستخدم، وإلا إن كان يعني مستخدم كما نراه اليوم لماذا هذه الحشائش بهذه الغزارة؟ طيب خليني أنتقل معك دكتور مردخاي إلى محور أنا بعتبره شخصيا هو محور هام جدا، وهو يعني يدخل بنا ربما إلى لب حلقة اليوم، وهو موضوع الخرائط، لأنه نعم، هو موضوع. الخرائط. نعم تفضل. نعم يعني أولا بعد أن دخل الإنجليز في عام 1917، هم نصبوا الحاج أمين الحسيني كمفتي القدس والديار، وهذه الديار ديار الفلسطينية، وهو ألف كتائب، ويمكنك أن تعرض هذه الكتائب، بريف جايد تو الحرم الشريف جيروسالم في عام 1929. كانت له بعض التبعات السابقة في 25 و26، وكان هذا الكتائب قد وزع على الناس، يعني خاصة هذا بالإنجليزي للسياح الذين قدموا من بريطانيا لزيارة القدس وهذه الأرض، وكان هذا الكتائب بمثابة التيكيت، بمعنى التذكرة للدخول، يعني قطعوا جزءا صغيرا من الغلاف، وهذا كان الدليل بأن هذا الكتائب كان حامل قد دخل إلى الحرم الشريف، وهو بقي مع الكتائب ليقرأ به. فماذا نقرأ بهذا الكتائب؟ طيب أنا أضع الآن الكتيب أمام المشاهدين الذي سيقرأ منه السيد الدكتور مردخاي، وكما ترون هو زي يعني الدليل إلى الحرم الشريف كما هو مكتوب في الكتاب سنة 1929 جيروساليم. وتفضل اقرأ عزيزي، أنا أعمل خطوط حمراء في الأماكن التي أشرت لها. الحرم هيستوريكال سكتش، نعم أنا عرض تاريخي، وكان يكتب بالانجليزي its identity with the site of Solomon's temple is beyond dispute، بمعنى مش تشابه هذا المكان مع هيكل سليمان هو يعني لا جدل عليه، فيش جدل على تشابه هذا المكان مع هيكل سليمان. This too، هذا المكان أيضا is the spot، هو النقطة، نفس النقطة، according to the universal belief، بمعنى حسب الاعتقاد في جميع أنحاء العالم، بمعنى الإسلام أيضا، on which وعليه، وهناك يأتي اقتباس من كتاب سامويل الثاني، David built an altar unto the Lord and offered burnt offerings and peace offerings. داود بنى مذبحا على هذا المكان وقرب الكرابين، هو أيضا بمعنى داود قرب الكرابين على الحرم الشريف، وابنه سليمان بنى على هذا المكان الهيكل المعروف كهيكل سليمان. هذا ما كتب بصورة لا تقبل التأويل المفتي الحاج أمين الحسيني، الذي كان على فكرة يكره اليهود بصورة فظيعة. هو كان ثواني ثواني قبل أن نسترسل في موضوع أمين الحسيني، يعني أنا لاحظت هنا هو كمان يعني بكل بساطة يضع سفر صموئيل الثاني أسفل الحاشية، والرجل لا يخجل في أنه يعني يؤكد أنه يأخذ المعلومة من الكتاب المقدس، ثم يؤكد أن هذا المكان هو قدم عليه وكان فيه الهيكل وقدم عليه داود الذبائح. يعني إلى أي حد يعترف
أمين الحسين بهذا الأمر؟ يمكن واحد يقول لك يا سيد دكتور مردخاي أن أمين الحسين رجل عميل مع احترامي لك لليهود يعني، وأنتم يعني سخرتموه لكي ما يكتب هذا الكتاب بالرغم من أنه هو المفتي يعني، فما هو ردك؟ هذا الشخص كان يكره اليهود بصورة فظيعة، وقد رتب وحرض العرب هناك وهنا في هذه الأرض ضد اليهود في عام 1920 و21 و29، وهو الذي حردهم على ذبح اليهود في الخليل وفي صفد وفي القدس وفي أماكن أخرى. هذا واحد. الشيء الثاني، في عام 1944 بعد أن طرده الإنجليز من هذه الأرض وراح لهتلر قائد النازيين وحرده على إبادة اليهود، وفي 44 جند ما لا يكيل عن 30,000 مسلم من البوسنة في يوغوسلافيا لحراسة جسور الكترات التي نقلت يهود المجر من بودابست للإبادة في أوشفيت في بولندا. بمعنى هو المفتي كان يخشى بأن المعارضين للنازية سينسفون تلك الجسور للحيلولة دون نقل اليهود للإبادة، فهو جند 30,000 مسلم من البوسنة لحراسة هذه الجسور كي لا ينسفها أحد، كي ينقل اليهود من بودابست إلى بولندا أوشفيتس للإبادة بصورة أمينة. هذا كان الحاج أمين الحسيني، وكل هذه الأشياء موثقة. تمام، أنت أنا قدمنا الصور التي أرسلتها حضرتك إلى المشاهدين. خليني أخذ بعض الاتصالات. مريم من فلسطين، أهلا بك. أهلا بك يا مريم. يسعد مساك وإنت وضيفك. الله يباركك. الله يسعدك. هلا بالنسبه لاورشليم اللي كل العالم بتنازع عليها، فيش انسان على وجه الارض الا وبعرف انه الله اختار انه يسكن فيها الى الابد. هاي واحدة. هلا في متى 5:33 لما بيقول شو بحكي؟ لا تحلفوا البتة لا بالسماء لانها كرسي الله، ولا بالارض لانها موطئ قدميه، ولا باورشليم لانها مدينه الملك العظيم. مدينه والها ملك، ومش اي ملك، ملك الملوك. مش راح يحكمها بشر على وجه الأرض، ولا إنسان راح يحكمها على وجه الأرض، لأنها مدينة الملك العظيم. بعدين عندنا في لوقا 19:41 لما اقترب إلى مدينته بكى على المدينة اللي هي أورشليم وقال جملته الشهيرة: إنك لو علمت أنت أيضا حتى في يومك هذا ما هو لسلامك، والآن لكن الآن قد أخفي عن عينيك، لأنه ستأتي أيام يحيط بك أعداؤك بمطرسة ويحدقون بك ويحصدونك. نعم نعم. وهي الحكي يعني اختصري بالسلام. لأنه يعني الوقت يأخذ. مريم تفضلي. مزبوط مزبوط. أنا بس حبيت أوصلك هاي المعلومة إنه لا رائع لا رائع هم بشر. رائع، أشكرك. شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية. الله يقويك يا أخ وحيد. تعيش. شكرا لك. شكرا. أتمنى من المخرج يعني يصلح الكمبيوتر لو سمحتوا علشان نواصل التقديم. طيب خليني أخذ أيضا مداخلة أخرى لو سمحتوا، دي آخر مداخلة يعني تكون سريعة شوية. الأخ يوسف أهلا بك. مرحبا أخي وحيد. أهلا بك أخ يوسف. نرحب ضيفك الكريم الدكتور مردخاي اللي استفدنا منه هواية. دكتور مردخاي أنت جبت لنا بعهد الأموي كان أكو دعارة وخمور وكفر، بس ما جبت لنا مصادر. راح أنطيك المصادر اللي أنت يجب أن تعرفها وتقولها. حكي الماوردي في كتاب أدب الدنيا والدين: قرأ الوليد القرآن حين استفتحه سورة إبراهيم 14 واستفتحه وخاب كل جبار عنيد، فمزق المصحف وانشأ يقول: أتوعد كل جبار عديد، فأنا ذاك جبار عنيد، إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد. وكذلك ذكر محمد بن يزيد المبرد النحوي أن الوليد اتخذ من الشعر له ذكر فيه النبي، ومن ذلك الشعر يقول:
على محمد نبي المسلمين، تلأب بالخلافة هاشمي بلا وحي أتاه ولا كتاب، فقل لله يمنعني طعامي وقل لله يمنعني شرابي. أيضا أن معاوية قتل مالك بن الأشتر بتقديم سم فيه عسل فيه سم، وقال لله جنود في العسل. كذلك قصة هيام يزيد ابن معاوية بحب زينب بنت إسحاق زوجة عبد الله بن سلام القريشي، فأراد معاوية أن يحتال عليه لكي يطلقها ويزوجها ابنه يزيد، فأرسل معاوية أبا هريرة يبلغ رغبة معاوية. يا أخي يوسف الكلام والقراءة ستأخذ وقت طويل، قل لنا المعلومة ويكفي اسم المرجع. المعلومة طلق عبد الله زوجته ولم يزوج معاوية ابنته لعبد الله، بل زوج زوجة عبد الله إلى ابنه يزيد. كذلك أسأل العرب، هل أنه جلياد الجبار الذي قتله داود الملك والنبي كان عربي أو يتكلم العربية؟ ويمتى سموا أورشليم القدس؟ حينما صار عند العرب والمسلمين قوة سوى قدس، هسه عند اليهود القوة رجعت أورشليم إلى أصحابها، وسوف يبنى هيكل سليمان استنادا إلى العهد الجديد في الكتاب المقدس العهد الجديد رسالة تسالونيكي الثانية إصحاح الثاني عدد الرابع. أكون شاكر جدا. شكرا لك عزيزي يوسف، ربي يبارك حياتك. طيب خليني أنتقل معك عزيزي مردخاي، هل لك أي تعليق بداية قبل أن أنتقل إلى محور جديد؟ ذكرني الأخ اسم القدس، هذا اسم جديد نسبيا. نعم. القدس هو اختصار لاسم اخر كان يسمى القدس به، وهو بيت المقدس. وهذا الاسم ورد بغزاره في الكثير من المصادر، خاصه الحديث الاسلامي، ليس بالقران، لان القران اورشليم لم تذكر باي مسمى. صحيح. ولكن المقدس، بيت المقدس ورد كما ايليا ايضا في الحديث الاسلامي. وبيت المقدس ليس إلا السورة التي سمع بها العرب كلمة بيت المقدس، الهيكل. نعم. بيت المقدس بالعبراني، وهذا انتقل للعربية ببيت المقدس، وهذا يبرهن بأن هذا المكان كان بيت المقدس، لأن العرب خلدوا المسمى اليهودي بتسمية المكان ببيت المقدس كما كان اسمها في القرون الوسطى. وهذا يعني دليل بأن بيت المقدس اليهودي كان في هذه المدينة، واليوم يريدون إنكار ذلك. يعني هذه لمحة رائعة دكتور مردخاي، أنه هم أخذوا الاسم حتى مع المكان فسموه بيت المقدس. طب أي مقدس؟ ما هي الملة التي كانت تقدس هذا المكان؟ سبحان الذي بافتراض سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هو كان في مسجد أقصى، من الذي كان يصلي في هذا المكان؟ إذن أنتم أخذتم ورطتم أنفسكم، أو بصراحة يعني من قال هذه النصوص ورطكم وأثبت أن هذا المكان هو لناس موجودين سابقا كان لهم مكان مقدس، وهو الهيكل معروف يعني في الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد يوجد هيكل لليهود في هذا المكان. طيب خليني أنتقل دكتور مردخاي إلى جزئية أخرى، وهي الخرائط التي أرسلتها حضرتك. فبداية أريدك أن تعلق على الخريطة الخاصة ب قبة الصخرة والمكان المشار له بالأسماء اليهودية هنا في الخريطة. تفضل، أنا سأضع الخريطة كما هي أمام المشاهدين. تفضل. هناك كتاب دليل أردني من سنة 1963. نعم، هذا هو اسم المرجع أمامكم أحباء المشاهدين. تفضل. عندما كان الأردنيون بعد أن يحتلوا القدس والضفة الغربية كما سموها في تلك الأيام، وهم حكموا كما تعلم القدس بين 1948 حتى 67 عندما حررنا هذه المدينة. لمدة 19 عام الأردنيون لم يحولوا القدس إلى عاصمتهم، ولم ينشئوا دولة فلسطينية
وعاصمات القدس الشريف في تلك الأيام على الدولة العربية التي كانت تحت أيديهم، ولم يزر القدس أي يعني زعيم عربي ولا لمرة واحد. الوحيد الذي زار القدس كان الملك عبدالله الأول الذي أسس المملكة الأردنية وأغتيل في عام 1951 على عيدي المقدسيين، لأنهم رأوا به شخص يعني من الحجاز، وهو كان نجل الشريف حسين حاكم الحجاز حتى طرده السعوديون. طيب عشان حتى لا نتشعب عزيزي مردخاي، خلينا نركز على موضوع الخرائط. الآن الكتاب أمامك وهو الدليل إلى الضفة الغربية من الأردن، ما الذي لديك في هذا الكتاب؟ هناك في الصفحة الأولى هناك خارطة ملصقة بهذه الصفحة. نعم أنا وضعت الخارطة الآن، تفضل. نعم، الخارطة تتكلم بصورة واضحة عن ماونت مورايا. ماونت مورايا يعني الحرم الشريف، هذا بالعبراني هار هموريا مورايا، وهذا هو اسم المكان من أيام إبراهيم عندما عقد ابنه إسحاق في هذا المكان، يعني بعد ذلك تحول إلى إسماعيل. ولكن الحكاية من الكتاب المقدس كانت على هذا الجبل، جبل موريا الذي بني عليه الهيكل بعد ذلك. والأردنيون الذين لم يكونوا صهاينة ولا ليوم واحد لم يكن لديهم أي مشكلة بتسمية المكان بالاسم اليهودي القديم ماونت موغايا، كما نشاهد في هذه الخريطة. يعني إذن هذه الخريطة أحباء المشاهدين، من رسمها هم مسلمون، هم الأرادنة، تحية لشعب الأردن. وهنا في هذا المكان تحديدا يسمى المكان جبل المورية، كما هو تماما في التوراة اليهودية في الكتاب المقدس في العهد القديم. وإشارة الدكتور مردخاي هنا أنه لم يكن هناك مشكلة في إظهار الجذور اليهودية لهذا المكان. طيب أين يقع إذن المسجد الأقصى في هذه الخريطة؟ هذه الخريطة يمكنك أن تشاهد في أسفل الخريطة، بمعنى في جنوب الحرم الشريف، المبنى الذي مكتوب عليه المسجد الأقصى. يا ريت نحط الخريطة للمشاهدين. نعم تفضل. بمعنى الأقصى ليس إلا مبنى يوجد في جنوب والسور الجنوبي للحرم الشريف، بينما في المركز نشاهد كوبة الصخرة. نعم. أوكي؟ نعم. هذا هي. وهناك صور إضافية أردنية. على فكرة كل هذه هي خرائط رسمية كان إصدارها على أيدي وزارة السياحة الأردنية، ومن نشرها هو ناس رسميون من المملكة الأردنية عملوا في مجال صياغة أو تصوير الخرائط، خاصة شخص اسمه جهشان هو الذي رسم، وهو كان يعمل عند الحكومة. هناك خرائط إضافية وهي نفس الشيء، المكان مسمى بماونت موغايا، حتى الخارطة الملونة. نعم أنا وضعت الخارطة أمام المشاهدين. هو المبنى في جنوب الحرم الشريف فقط، هذا هو المبنى. هذه كانت الخرائط في الستينيات حتى 67 عندما حررنا هذه المدينة من الاحتلال الأردني. نعم. طالما كان هناك الأردن هذه كانت هذه الخرائط. ولكن مع مرور الوقت وبعد أن كما يقولون احتل القدس على أيدي هؤلاء اليهود، وكما يقولون أحفاد الكرد والخنزير، اليوم الخرائط اختلفت تماما. واليوم
يمكنك أن تظهر الخرائط الجديدة، وفي الخرائط الجديدة المسجد الأقصى هو كامل الحرم الشريف 144 دونم، بينما المسجد في الجنوب الذي كان سابقا المسجد الأقصى تحول إلى الجامع القبلي. تمام. بمعنى القبلة، تغير اسمه المعاصرة الأقصى، أصبح كل المساحة، بينما الأقصى أي الأقصى كل المساحة، والمبنى في الجنوب تحول إلى الجامع القبلي وليس الأقصى كما كان سابقا. بمعنى شوف، هذا يذكرني بمقولة عربية، الكذاب لازم يكون ذكور، بمعنى عليه أن يتمتع بقوة ذاكرة قوية، لأن السابقون بمعنى الأردنيون كانوا يسمون الأقصى فقط في الجنوب، اليوم الأقصى تحول إلى مساحة. طيب خلينا أوضح هذه الجزئية للأحباء المشاهدين. إذن هذا المكان أحبائي كان يسمى، هذا المكان في الخريطة كما ترون، يا ريت نعرض الخريطة للمشاهدين، هذا المكان كان يسمى المسجد الأقصى، فقط هذا المكان الذي أنا أشرت له بالدائرة الحمراء في الخرائط القديمة الأردنية. الآن في خريطة اليوم، هذا المكان الذي كان يسمى المسجد الأقصى غيروا اسمه إلى الجامع القبلي، وسموا كل هذا المكان سموه المسجد الأقصى. وبصراحة هذا التزوير واضح جدا من الخرائط الإسلامية، الخريطة الأولى إسلامية والخريطة الثانية إسلامية أيضا، يعني لم نرسمها لا وحيد ولا الدكتور مردخاي من رسم هذه الخرائط يعني. والشيء الآخر، نعم، هو أن اسم ماونت موايا اختفى تماما، اسم ليس له وجود في الخريطتين، لا وجود هنا لاسم جبل المورية، لا في هذه الصورة التي سموا كل المكان المسجد الأقصى، ولا في هذه الصورة أيضا. إذن من الذي يزور، ومن الذي يحرف، ومن الذي يحاول أن يغير التاريخ ويزور في الحقائق التاريخية المثبتة كما ترون أمامكم أحبائي المشاهدين؟ خليني أنتقل إلى موضوع آخر عزيزي دكتور مردخاي، وهو أن في تغيير الخطاب الإسلامي، يعني نقول أن الخطاب الإسلامي تغير من بعد، كما رأينا الخرائط تغيرت، والخطاب الإسلامي أيضا تغير، لم يعد الخطاب الإسلامي القديم الذي لم يكن لديه مشكلة في إبراز الجذور اليهودية لهذه المنطقة. رأينا الخرائط، خليني أشوف رأيك في الخطاب الإسلامي بصورة عامة دكتور مردخاي، لأنه لم يتبقى لنا إلا 10 دقائق، تفضل. اليوم يقولون الهيكل المزعوم. نعم نعم، دائما يلصقون بالكلمة هيكل المزعوم، بمعنى لم يكن هناك أي هيكل أبدا، ليس هناك أي دور لليهود أبدا. وفي الأونة الأخيرة سمعنا شيخ اسمه الشيخ كوكي على الجزيرة يقول بأن ليس هناك أي أثر يهودي في هذه الأرض، وكل ما عثر عليه من آثار يهودية كله تزوير وحرف للتاريخ، والصهاينة مزورين لكل شيء، لم يتركوا، كانوا في هذه الأرض بدوا رحل. طيب. على كل سنترك هذه الجزئية لحلقة يوم 26 بنعمة الرب، لتقدم إن كان هناك أدلة فعلا أثرية نستطيع أن نقدمها للأحباء المشاهدين، ولكن الآن خلينا في الخطاب الإسلامي. إكرم الصبري، نعم، الشيخ عكرمة، نعم، الذي كان يشغل
منصب مفتي القدس وديار فلسطينية، بمعنى خلف الحاج أمير الحسيني، وهو كان في هذا المنصب حتى قبل سنتين، كان شأن فظيعا في هذا السياق. ربما تسمع المشاهدين بما قاله الشيخ عكرمة صبري. طيب الدكتور مردخاي كان أرسل لنا فيديو، ممكن نشغل الفيديو ونشوفه مع بعض ونرجع مرة أخرى للدكتور مردخاي، تفضلوا. نحن أصحاب البيت. وإيش محاولات اليهود حسب رأيك؟ محاولات اليهود السيطرة على الأقصى، وبدهم يجيبوا يأتوا بالمتطرفين ليصلوا حتى يفرضوا أمر واقع جديد. ونحن نقول دائما الأقصى للمسلمين وحدهم، ولا حق لليهود بالأقصى أبدا. نحن أصحاب البيت. وإيش محاولات اليهود حسب رأيك؟ محاولات اليهود السيطرة على الأقصى، وبدهم يجيبوا يأتوا بالمتطرفين ليصلوا حتى يفرضوا أمر واقع جديد. ونحن نقول دائما الأقصى للمسلمين وحدهم، ولا حق لليهود بالأقصى أبدا. طيب دكتور مردخاي، كما سمعت حضرتك الشيخ عكرمة المفتي يقول إحنا أصحاب البيت، يعني المسلمين أصحاب البيت، أنتم ما لكم مكان، رأيك إيه؟ هذا هو ما يقول هو، ولا ليس لليهود أي مكان في أي دور في هذا المكان، هذا ما قال في نهاية أقواله. نعم. وهذا مناف تماما لما كتب الحاج أمير الحسيني في العشرينيات في القرن الماضي. ثواني خلينا عشان أشرك المشاهد، يعني إحنا الآن أمام المفتي الأول السابق وهذا المفتي، الاثنين. نعم. شغلوا نفس المنصب، مفتي القدس. مفتي القدس الأول قال أن على هذا المكان قدم داود الذبائح وجاء سليمان وبنى الهيكل. الآن تغير المفتي، الخطاب تغير أيضا بعد أن رجع اليهود، تغير الخطاب الآن، اليهود ليس لهم أي دور في هذا المكان ونحن أصحاب البيت. كما تغيرت الخرائط تغير أيضا الخطاب الإسلامي، فعلا أمر غريب جدا. نعم، ولكن التفسير هو سهل جدا. تفضل. في العشرينيات المفتي آنذاك حاج أمين لم يشاهد ما حدث خلال القرن العشرين، بمعنى عودة اليهود إلى أرض أجدادهم، عودة اليهود إلى استقلالهم بعد أن كانوا أهل ذمة للمسلمين، عودة اليهود إلى سيادتهم على هذه الأرض، عودة اليهود إلى قواتهم وإلى دولتهم، دولة إسرائيل. وهذا يعني يظهر الديانة اليهودية وكأنها دين حق بعد أن جاء الإسلام ليبطل الديانة اليهودية والمسيحية ويحولها إلى الدين الباطل. وهذه المشكلة مشكلة دينية قبل أن تكون مشكلة يعني إقليمية أو مشكلة حقوقية أو كل مشكلة أخرى أو مشكلة قومية أو وطنية. هذه مشكلة دينية أصلاً، لأنهم لا يمكنهم أن يشاهدوا اليهود واليهودية عادت إلى مكانها وإلى استقلالها وتحررت من نير الإسلام، واليوم اليهودية رجعت لتكون دين حق بعد أن حول الإسلام اليهودية إلى دين باطل والإسلام فقط هو دين حق. هذا الشيء يعني يخرجهم من طورهم، هم لا يتمكنون أن ينظروا إلى هذه التطورات التي حدثت في القرن العشرين، ولذلك تغير كل شيء. ما كان يعترفون به قبل قيام الدولة اختلف تماما بعد أن قيام الدولة وعن بعد تحرير القدس من المسلمين. وهم يخشون بأن إذا رجعت الديانة اليهودية إلى مكانها كدين حق سيعود هؤلاء الذين قالوا بداية أن الإسلام ليس إلا أساطير الأولين ليقولوا ذلك مرة أخرى. نعم. وهذه هي الخشية والخوف عند بعض المسلمين، أن يأتي هؤلاء الذين قالوا في البداية بأن الإسلام ليس إلا استنساخ للديانة اليهودية والمسيحية، أساطير الأولين الذي ورد في القرآن ما لا يقل عن 11 مرة،
ولذلك هم اليوم غيروا كل شيء كي لا يعود هؤلاء ليقولوا بأن اليهودية دين حق، فما هو الإسلام إذا عادت اليهودية إلى مكانتها التي بطلها الإسلام؟ طيب خليني أشرح فكرتك، ربما لم يعني نحاول أن نوصلها بصورة ربما أوضح للمشاهدين. إذن أن الإسلام بني على أنه الدين الحق، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، هو من الخاسرين، وبالتالي أصبح اليهودية والمسيحية يعني على خطأ، وأصبح الإسلام هو الصح. عودة اليهود إلى مكانهم هذا ينخر في مصداقية الإسلام بأن كتبت عليهم المسكنة والذلة إلى الذلة والمسكنة إلى يوم الدين، ورجوع اليهود إلى مكانهم وممارستهم لحياتهم الدينية هو يضرب في أصل الإسلام، في العصب الأساسي، بأن اليهودية ليست كما قال الإسلام بأنها يعني انتهت ونسخت، لا هي باقية وموجودة. والنزاع كما ذكر الدكتور مردخاي هو في المقام الأول نزاع ديني بحت. هل هذه هي الصورة التي تريد أن توصلها؟ هل يعني رجوع اليهود يمثل تهديدا دينيا على الإسلام؟ هل صح ولماذا؟ لأن رجوع اليهودية هذا شيء لم يتوقعه أحد من علماء المسلمين منذ فجر الإسلام. هذا شيء يعني ربما يذكرهم بالخروج الدجال وأشياء من هذا القبيل من المستقبل يعني الذي يعني يأتي في نهاية الزمان وخروج بكل هذه الأشياء. لأن اليهود إذا ما عادوا إلى ديانتهم فماذا سيكون مع الإسلام؟ تمام. هذا هو يعني ما يدفع بهم اليوم لتغيير الخطاب وتغيير الخرائط والدفع للناس في العالم السياسيين ليكرروا في اليونسكو مثلا بأن القدس ليست مقدسة لليهود. إلى هذا هذه الدرجة. طيب الوقت انتهى سيد مردخاي، ممكن في نصف دقيقة لخص فكرتك الأخيرة لو سمحت. الفكرة هي بأن النزاع اليوم على القدس هو نزاع الإسلام لتبرير وجوده وتبرير مكانته كديانة جاءت للعالم لاستبدال اليهودية والمسيحية. عودة اليهود إلى أرضهم وإلى مديناتهم وإلى بيت المقدس، بيت المقدس على هو الشريف، يشكل تهديدا تمام على فكرة الإسلام الأساسية في هذا الشهر. وضحت. الدكتور مردخاي أشكرك وأنتظرك بنعمة الرب في حلقة يوم 26 مارس. شكرا لك. لا شكرا على واجب. طيب شكرا لكم أحباء المشاهدين، كنتم معنا، أنا آسف خلال هذه الدقائق التي مرت.